خلال رمضان يصوم المسلمون عن الطعام والشراب مع الفجر ولا يفطرون إلا عند الغروب، وإن كنت غير مسلم يمكنك مشاركتهم إفطاره. في فندق جميرة زعبيل سراي سألتقي طاهي الإمارات الأول وأتذوق إفطاره مع مجموعة من الضيوف. سنكتشف أطباق الشيف مصباح الكهف الرمضانية. في أي وقتنا الآن سنسمع الآذان الذي يدعو المسلمين للصلاة ويسمح للصائمين منهم بقطع صيامهم. لقد انضم إلي الشيف مصباح وسنشهد تطبيق بعض العادات خلال الإفطار. ما السبب الموجب لقطع الصيام بتناول التمر؟ الرسول محمد كان يقطع صيامه بالتمر، لذا نقوم بذلك ثم نشرب اللبن أو الماء. ماذا لديك شيف؟ هذا طبق تقليدي، إنه الرز الملكي. سابقاً لم يكن بمقدور أحد الحصول عليه سوى الملك أو الأغنياء. هناك الكبد ولحم البقر والرز والزعفران، جميعها مكونات فاخرة. طهوت الرز بالزعفران وقليت القرنبيط وسلقت الحمص، والآن أرغب إضافة نكهة البصل إلى كل هذه المكونات. أضع الرز وأضيف بعض التوابل أيضاً، والآن سأضعها في الطبق وسأزينه. أنا أقول عبارة؟ عادة نقول بسم الله. بسم الله؟ ما تعني؟ بسم الله. أوزي مع الرز الشرقي. نضع السمن أولاً، ثم اللحم المفروم والبصل وورق الغار، بعدها القرفة وحب الهال. هذه هي طريقة طهي الرز الشرقي. والآن سأخذ الفخذ وأقليه قليلاً لأعطيه لوناً. إنه طري، أترى؟ هذا هو طبق الأوز الإماراتي الشهير. أستطيع فقط أن أشرب فنجان قهوة في الخارج؟ لدينا بعض الحلويات العربية أيضاً. حول فنجان قهوة شرح الشيف أنه من غير الاعتياد أن يصبح الرجل الإماراتي طاهياً. في ثقافتنا من غير المسموح أن يدخل الرجل إلى المطبخ، لكن اليوم هناك طهاة كثر. لقد فتحت هذا الباب لكل الإماراتيين. حسناً شيف، شكراً لوجودك معنا.